السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نعمل تاسك وازاي نعمل جنريت ايربور. ممكن اجي هنا في تاسك واقول له ان انا عايز اعمل نيو تاسك، فبيقول لي انت ممكن تقول له نيو تاسك هنا وتبدأ تكتب اسم الحاجة اللي انت عايز تعملها، او ممكن تشيك ليست، في تشيك ليست بحيث تتأكد ان في الحاجات بتتعمل ولا لا. ممكن مثلا تشيك في جواي مثلا اهيت، تمام. تقدر تعلم عليها او تشيل العلامة زي ما انت عايز. الستاتس البريورتي بتاعتها، وليكن مثلا بريورتي 3. الكاتيجوري بتاعتها، الاساين اللي هعمل حاجة ديت، خلي جيمس. البلان تبدأ تختار البلان، وممكن من قلب البلان تضيف تاسك. اللوكيشن، تاريخ البداية وتاريخ النهاية والمان باور والكوست والتاج والوشر. وبعد كده ممكن تحط لينك معين أو صورة معينة أو 360 فوتو، تمام. دي الجوب الموجودة، وتقدر تكتب الاسم هنا بالشكل ده. طبعا ممكن تنقل البريورتي هنا من هنا لهنا مثلا زي ما انت عايز. ممكن تعلم عليها، ممكن تقول له اكشن دي كومبليت فيرتيفاي دوبليكيت مانج تاج وهكذا. طيب احنا قلنا ان احنا ممكن نعملها من البلان. تعالى تدخل كده على البلان، تفتح اي بلان انت عايزه، وممكن تقول له انا عايز اضيف تاسك. هتقول له مثلا تاسك خاص بالغرفة ديت، يبدأ يفتح لك الأكونت بتاع التاسكات وتكتب التاسك اللي أنت عايزها، وتبدأ تشوف المعلومات. خلاص التاسك أهي اتسجلت. طيب نرجع بقى للتاسك، هتلاقي هنا أنت ممكن ترتب التاسكات وممكن تعمل لها فلتر. ممكن تقول له أنا عايز الحاجة اللي بريورتي 1 وبريورتي 2، ممكن عايز أعمل شيك على أعمل فلتر على الكاتيجوري وهكذا. ممكن تشوف بقى الحاجة بالشكل دوت أو بالأيام كده أو بالشكل دوت، أكتر من طريقة، بحيث مثلا ممكن تشوف التاسكات الموجودة، حاجة بريورتي 1 بريورتي 2 وهكذا. أي ممكن تقول له جنريت ريبورت، تقول له أنا عايز ريبورت مثلا تاسكس التايب بي دي اف سامري أو ديتيلز وهكذا، ديسكريبشن، الانكلود الحاجات اللي انت عايزها تظهر معاك في الروبوت دوت، التقرير دوت روبوت. التاسك فلتر، تمام، كلهم انا عايزهم. الكاتيجوري الاساين، ممكن تشيل حاجات معينه. شو تاسك اللوكيشن، تمام. انت تقدر تعمل فلتر وتقلل الحاجات دي. طب انا عايز الترتيب بتاعهم بالبريورتي ولا بالكاتيجوري ولا مين اللي هيستلم الايميل بتاعه. ممكن تقول له ابعتها دلوقتي او كل اسبوع او كل شهر يجي لك الريبورت ده. طب هقول له سند ناو، ممكن اقول له ابعتها لي بالايميل او داونلود، تمام. بيقول لي انت لازم تعمل ابجريد عشان تعمل الجنريت ريبورت، فيجي لك ملف بي دي اف في الريبورت. الريبورت بيبقى بشكل دوت كده.